جامعة التكوين المتواصل تهنئ حاملي شهادة البكالوريا الجدد وتفتح أبوابها للتسجيلات وفق الشروط المنصوص عليها في الملحق الثالث المتضمن في المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 8 محرم 1446 هجري الموافق للرابع عشر جويلية 2024 المتعلق بالتسجيلات الأولية وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا. أنتم الراغبون في الالتحاق بنمط التعليم عن بعد واختيار مسارات تكوينية في الليسانس والماستر في تخصصات علمية مختلفة، جامعة التكوين المتواصل تضع في خدمتكم 49 أرضية تعليمية إلكترونية فضلا عن التجمعات الدورية الحضورية عبر مراكزها 54 الموزعة على المستوى الوطني. زيارات افتراضية مفتوحة للطلبة من 16 إلى غاية 23 جويلية. جامعة التكوين المتواصل ترحب بكم على الرابط www.ufc.dz. ستجدون بيئة أكاديمية داعمة محفزة على رسم معالم مستقبلكم المهني.